حجاج بيت الله حجاج بيت الله واسعدوا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، تحياتي للجميع. زاد المعاد في هدي خير العباد. فصل: ووهم في حجه خمس طوائف. الطائفة الأولى التي قالت حج حجا مفردا لم يعتبر معه، الثانية من قال حج متمتعا تمتعا حل فيه ثم أحرم بعده بالحج كما قاله القاضي أبو يعلي وغيره، الثالثة من قال حج متمتعا تمتعا لم يحل فيه لأجل سوق الهدي ولم يكن قارنا كما قاله أبو محمد صاحب المغني وغيره، الرابعة من قال حج قرانا طاف له طوافين وسعى له سعيين، الخامسة من قال حج حجا مفردا اعتمر بعده من التنعيم. فصل: وغلط في إحرامه خمس طوائف، أحدها من قال لبى بالعمرة وحدها واستمر عليها، الثانية من قال لبى بالحج وحده واستمر عليه، الثالثة من قال لبى بالحج مفردا ثم أدخل عليه العمرة وزعم أن ذلك خاص به، الرابعة من قال لبى بالعمرة وحدها ثم أدخل عليها الحج في ثاني الحال، الخامسة من قال أحرم إحراما مطلقا لم يعين فيه نسكا ثم عينه بعد إحرامه، والصواب أنه أحرم بالحج والعمرة معا من حين أنشأ الإحرام ولم يحل حتى حل منهما جميعا فطاف لهما طوافا واحدا وسعيا واحدا وساق الهدي كما دلت عليه النصوص المستفيضة التي تواترت تواترا يعلمه أهل الحديث، والله تعالى أعلى وأعلم. نلتقي بعد الفاصل. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. فصل في أعذار الذين وهموا في صفة حجه. أما من قال أنه حج حجا مفردا لم يعتمر فيه فعذره ما في الصحيحين عن عائشة أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة ومنا من أهل بحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، وقالوا هذا التقسيم والتنويع صريح في إهلاله بالحج وحده. ولمسلم عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بالحج مفردا، وفي صحيح البخاري عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبى بالحج وحده، وفي صحيح مسلم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بالحج، وفي سنن ابن ماجة عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج، وفي صحيح مسلم عنه خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينوي إلا الحج لسنا نعرف العمرة، وفي صحيح البخاري عن عروة بن الزبير قال حج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرتني عائشة أنه أول شيء بدأ به حين قدم مكة أنه توضأ ثم طاف بالبيت ثم حج أبو بكر رضي الله عنه، فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمرة ثم عمر مثل ذلك، ثم حج عثمان فرأيته أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمرة، ثم معاوية ثم عبد الله بن عمر، ثم حججت مع ابن الزبير بن العوام فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمرة، ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك ثم لم تكن عمرة، ثم آخر من رأيت فعل ذلك ابن عمر ثم لم ينقضها بعمرة ولا أحد ممن مضى، ما كانوا يبدأون بشيء حين يضعون أقدامهم أول من الطواف بالبيت ثم لا يحلون، وقد رأيت أمي وخالتي حين تقدمان لا تبدأان بشيء أول من البيت تطوفان به ثم لا تحلان،
وقد أخبرتني أمي أنها أقبلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة فقط، فلما مسحوا الركن حلوا. وفي سنن أبي داود حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد بن سلمة ووهب بن خالد كلاهما عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين لهلال ذي الحجة، فلما كان بذي الحليفة قال: من شاء أن يهل بحج فليفعل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليفعل. ثم انفرد حماد في حديثه، فأن قال عنه صلى الله عليه وسلم: فإني لولا أني أهديت لأهللت بعمرة. وقال الآخر: وأما أنا فأهل بالحج. فصح بمجموع الروايتين أنه أهل بالحج مفردا، فأرباب هذا القول عذرهم ظاهر كما ترى، ولكن ما عذرهم في حكمه وخبره الذي حكم به على نفسه وأخبر عنها بقوله: سقت الهدي وقرنت، وخبر من هو تحت بطن ناقته أقرب إليه حينئذ من غيره، فهو من أصدق الناس بسمعه يقول لبيك بحجة وعمرة. وخبر من هو من أعلم الناس عنه صلى الله عليه وسلم علي ابن أبي طالب كرم الله وجهه، حين يخبر أنه أهل بهما جميعا ولبى بهما جميعا. وخبر زوجته حفصة في تقريره لها على أنه معتمر بعمرة لم يحل منها، فلم ينكر ذلك عليها بل صدقها وأجابها بأنه مع ذلك حاج، وهو صلى الله عليه وسلم لا يقر على باطل يسمعه أصلا بل ينكره. وما عذره عن خبره عن نفسه بالوحي الذي جاءه من ربه يأمره فيه أن يهل بحجة في عمرة، وما عذره عن خبر من أخبر عنه من الصحابة أنه قرن لأنه علم أنه لا يحج بعدها. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. وخبر من أخبر عنه أنه اعتمر مع حجته وليس مع من قال أنه أفرد الحج شيء من ذلك البتة، فلم يقل أحد منهم عنه إني أفردت ولا أتاني آت من ربي يأمرني بالإفراد، ولا قال أحد ما بال الناس حلوا ولم تحل من حجتك كما حلوا هم بعمرة، ولا قال أحد أنه سمعه يقول لبيك بعمرة مفردة البتة ولا بحج مفرد، ولا قال أحد أنه اعتمر 4 عمر الرابعة بعد حجته. وقد شهد عليه 4 من الصحابة أنهم سمعوه يخبر عن نفسه صلى الله عليه وسلم بأنه قارن، ولا سبيل إلى دفع ذلك إلا بأن يقال لم يسمعوه. ومعلوم قطعا أن تطرق الوهم والغلط إلى من أخبر عما فهمه هو من فعله يظنه كذلك أولى من تطرق التكذيب إلى من قال سمعته يقول كذا وكذا وإنه لم يسمعه، فإن هذا لا يتطرق إليه إلا التكذيب، بخلاف خبر من أخبر عما ظنه من فعله وكان واهما فإنه لا ينسب إلى الكذب. وقد نزه الله عليا وأنسا والبراء وحفصة عن أن يقولوا سمعناه يقول كذا ولم يسمعوه، ونزهه ربه تبارك وتعالى أن يرسل إليه أن افعل كذا وكذا ولم يفعله. هذا من أمحل المحال وأبطل الباطل، فكيف والذين ذكروا الإفراد عنه لم يخالفوا هؤلاء في مقصودهم ولا ناقضوهم، وإنما أرادوا إفراد الأعمال واقتصاره على عمل المفرد، فإنه ليس في عمله زيادة على عمل المفرد. ومن روى عنهم ما يوهم خلاف هذا فإنه عبر بحسب ما فهمه، كما سمع بكر بن عبد الله بن عمر يقول أفرد الحج فقال لبى بالحج وحده، فحمله على المعنى. وقال سالم ابنه عنه ونافع مولاه إنه تمتع فبدأ فأهل بالعمرة،
ثم أهل بالحج، فهذا سالم يخبر بخلاف ما أخبر به بكر، ولا يصح تأويل هذا عنه بأنه أمر به، فإنه فسره بقوله وبدأ فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، وكذا الذين رووا الإفراد عن عائشة رضي الله عنها فهما عروة والقاسم، وروى القران عنها عروة ومجاهد وأبو الأسود يروي عن عروة الإفراد، والزهري يروي عنه القران، فإن قدرنا تساقط الروايتين سلمت رواية مجاهد، وإن حملت رواية الإفراد على أنه أفرد أعمال الحج تصادقت الروايات وصدق بعضها بعضا، ولا ريب أن قول عائشة وابن عمر أفرد الحج محتمل لثلاث معان: أحدها الإهلال به مفردا، الثاني إفراد أعماله، الثالث أنه حج حجة واحدة لم يحج معها غيرها، بخلاف العمرة فإنها كانت أربع مرات. وأما قولهما تمتع بالعمرة إلى الحج وبدأ فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج فحكي فعله، فهذا صريح لا يحتمل غير معنى واحد، فلا يجوز رده بالمجمل. وليس في رواية الأسود عمر عن عائشة أنه أهل بالحج ما يناقض رواية مجاهد وعروة عنها أنه قرن، فإن القارن حاج مهل بالحاج قطعا، وعمرته جزء من حجته، فمن أخبر عنها أنه مهل بالحج فهو غير صادق. فإذا ضمت رواية مجاهد إلى رواية عمرة والأسود ثم ضمت إلى رواية عروة تبين أن مجموع الروايات أنه كان قارنا وصدق بعضها بعضا، حتى لو لم يحتمل قول عائشة وابن عمر إلا معنى الإهلال به مفردا، حيث يوجب قطعنا أن يكون سبيله سبيل قول ابن عمر اعتمر في رجب، وقول عائشة أو عروة أنه صلى الله عليه وسلم اعتمر في شوال، إلا أن تلك الأحاديث الصحيحة الصريحة لا سبيل أصلا إلى تجريب رواتها ولا تأويلها وحملها على غير ما دلت عليه، ولا سبيل إلى تقديم هذه الرواية المجملة التي قد اضطربت على رواتها، واختلف عنهم وعارضهم من هو أوثق منهم أو مثلهم عليها. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. وأما قول جابر أنه أفرد الحج فالصريح من حديثه ليس فيه شيء من هذا، وإنما فيه إخباره عنهم أنفسهم لأنهم لا ينوون إلا الحج، فأين في هذا ما يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبى بالحج مفردا. وأما حديثه الآخر الذي رواه ابن ماجة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج، فله ثلاث طرق، أودها طريق الضروري عن جعفر ابن محمد عن أبيه، وهذا يقينا مختصرا من حديثه الطويل في حجة الوداع ومروي بالمعنى، والناس خالفوا الداروري في ذلك وقالوا أهل بالحج وأهل بالتوحيد. والطريق الثاني فيها مطرف ابن مصعب عن عبد العزيز ابن أبي حازم عن جعفر، ومطرف قال ابن حازم هو مجهول، قلت ليس بمجهول، ولكنه ابن أخت مالك روى عنه البخاري وبشر ابن موسى وجماعة، قال أبو حاتم صدوق مضطرب الحديث هو أحب إلي من إسماعيل ابن أبي أويس، وقال ابن عدي يأتي بمناكير، وكان أبا محمد رأى في النسخة مطرف ابن مصعب فجهله، وإنما هو مطرف أبو مصعب، وهو مطرف ابن عبد الله ابن مطرف ابن سليمان ابن يسار. وممن غلط في هذا أيضا محمد ابن عثمان الذهبي في كتابه الضعفاء، فقال مطرف ابن مصعب المدني عن أبي ذئب منكر الحديث. يقول الإمام ابن القيم قلت والراوي عن أبي ذئب والداروردي ومالك هو مطرف أبو مصعب المدني وليس بمنكر الحديث، وإنما غره قول ابن عدي يأتي بمناكير، ثم ساق له منها ابن عدي جملة لكن هي من رواية أحمد ابن داود ابن صالح عنه
كذبه الدارقطني والبلاء فيها منه الطريق الفارس لحديث جابر فيها محمد ابن عبد الوهاب ينظر فيه من هو وما حاله عن محمد ابن مسلم إن كان الطائفي فهو ثقة عند ابن معين ضعيف عند الإمام أحمد وقال ابن حزم ساقط البتة ولم أرى هذه العبارة فيه لغيره وقد استشهد به مسلم قال ابن حزم وإن كان غيره فلا أدري من هو قلت يقول الإمام ابن القيم قلت ليس بغيره بل هو الطائفي يقينا وبكل حال فلو صح هذا عن جابر لكان حكمه حكم المروي عن عائشة وابن عمر وسائر الرواة الثقات إنما قالوا أهل بالحج فلعل هؤلاء حملوه على المعنى وقالوا أفرد الحج ومعلوم أن العمرة إذا دخلت في الحج فمن قال أهل بالحج لا يناقض من قال أهل بهما بل هذا فصل وذاك أجمل ومن قال أفرد الحج يحتمل ما ذكرنا من الوجوه الثلاثة ولكن هل قال أحد عنه أنه سمعه صلى الله عليه وسلم يقول لبيك بحجة مفردة هذا ما لا سبيل إليه حتى لو وجد ذلك لم يقدم على تلك الأساطين التي ذكرناها التي لا سبيل إلى دفعها البتة وكان تغليظ هذا أو حمله على أول الإحرام وأنه صار قارنا في أثنائه متعينا فكيف ولم يثبت ذلك وقد قدمنا عن سفيان الثوري عن جعفر ابن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرن في حجة الوداع رواه زكريا الساحي عن عبد الله بن أبي زياد القطاني عن زياد ابن الخباب عن سفيان ولا تناقض بين هذا وبين قوله أهل بالحج وأفرد بالحج ولبى بالحج كما تقدم فحصل الترجيح لرواية من روى القران لوجوه عشرة تابعونا بعد الفاصل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة